ثلاثة سيارات ينقلوا الرهائن، تم مكسر المرمية الشاحنة. قلت لك ثلاثة شاحنات نقل محبس الجزائريين، مكرهم كبير. الجزائريين ما يعني ما يعطوا الوعود، ما يعطوا وعد ما يفلوا به. قالوا للإخوان يخرجوا بعدين غدروا بهم. هذا اللي هربوا إخوانا دخلوا في مبنى وحب وقصفتهم المروحية الجزائرية وهم في الطريق. فيه قتلة من الجميع. الآن أرى قدامي القتلة متبعثرة، يعني فيها يعني القتلة، كل سيارة متبعثرة أمامي يعني القتلة.